حديثنا في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية في مسائل متنوعة عن الطهارة. ثامناً، المذي، وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند تذكر الجماع أو مداعبة الزوجة، ليس المني، المذي، هذا نجس، فإن أصاب البدن فيغسل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: اغسل ذكرك وتوضأ، ويلزم مع غسل الذكر أن تغسل الأنثيين يعني الخصيتين، لما ثبت عند أبي داود قال: ليغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه. لكن لو أصاب الثوب، فقد جاء عند الترمذي لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عنه إذا عن المذي إذا أصاب الثوب قال: إنما يكفيك أن تنضحه بالماء، يعني أن ترش عليه الماء وأن تكاثر عليه الماء، فدل على أن وقوعه على البدن يغسل مع ماذا؟ مع غسل الذكر والأنثيين. هذا إن وقع على البدن على يد أو على فخذ، فإن وقع على الثوب فلينضح كما مر.